اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي اهل مصر في مصر الغربيه. احنا دلوقتي في قبر فرسيس التابعه لمركز زفته، من امام قبر نجمه السباحه شاذة نجم اللي توفيت اثر توقف عضله القلب من اكثر من 4 ايام. تعرضت شاذة نجم لوعكه صحيه مفاجئه اثناء تدريبها في نادي طنطا، وتوقفت عضله القلب وتم انعاشها، الا ان هي دخلت العنايه المركزه والمستشفى بمدينه طنطا لكنها لفظت انفاسها الاخيره بالامس. دلوقتي جاري تجهيز القبر لدفنها زي ما احنا شايفين كده، يعني كافة التجهيزات موجودة أمام القبر لتشييع جثمانها ودفنه. من المقرر أن يتم حضور يعني صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بمسجد القرية، مسجد الرحمة بقرية فرسيس، وبعدها تشييع جثمانها هنا لمقابر الأسرة. من المقرر أن يحضر الجنازة الدكتور أشرف صبحي وزير شباب والرياضة ومحافظ الغربية لتشييع جثمانها. شاذة 15 سنة، بطلة من بطلات مصر، حققت بطولات وميداليات في لعبة السباحة. هي 15 سنة ما لهاش تاريخ مرضي في أي شيء، إلا إن هي تعرضت بصورة مفاجئة أثناء التدريب في حمام سباحة نادي طنطا لتوقف عضلة قلبها. نرجو من مشاهدينا الدعاء ليها والترحم عليها. كانت شابة صغيرة في السن 15 سنة، بطلة بنوتة جميلة، توفيت أثر يعني وعكة صحية مفاجئة زي ما احنا شايفين كده. دي التجهيزات الأولية للقبر لتشييع جثمانها لمسواها الأخير بمقابر الأسرة. شكرا لكم مشاهدينا ومشاهدي أهل مصر، هنوفيكم بالجنازة وأهم التطورات اللي هتحصل فيها. كان معكم شمس.